السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. يوم جديد، وصفه جديده. وصفه اليوم كيكه بكريمه الحامض، كتجي هائله البنات. اكيد اكيد الا جربتوها غادي تعجبكم. كنتمنى يا ربي يعجبكم الفيديو. الا عجبكم طبيعي الحال خليو لي واحد اللايك، تابعوا الفيديو حتى الاخير. يلا نبداو. عندي جوج بيضات ونص كاس ديال سنيدة، واحد فاني، وشوية الملحة. صافي البنات، هنا ملي خلطنا داك البيض مزيان، نزيد واحد نص كاس ديال الحليب ونص كاس ديال الزيت والقشور ديال الليمون حامضه، ومن بعد غنزيد واحد الكاس ونص ديال الدقيق. صافي هنا كنزيد واحد المعلقه كبيره ديال الخميره الحلوى، تقريبا واحد 8 غرام. ومن بعد البنات كنخوي الخليط ديالي في المول، يدهنته بشويه الزبده من قبل. تقريبا هنايا المول البنات عندي 30 سنتيم على 20، وبالنسبه للفران البنات 160 درجه حتى 170 تقريبا، مده نص ساعه. صافي البنات، هنا كندوز نصاوب هذيك الكريمه ديال الحامض. عندي واحد الكاس ديال الحامض، كاس ديال سنيده، 25 غرام تقريبا ديال الزبده، جوج بيضات، واحد الفاني، وقشور ديال الحامض. من بعد البنات كناخذ واحد الكاسرونه، كنزيد عليها دوك جوج بيضات، ونزيد عليها داك كاس ديال عصير الحامض وكاس ديال سنيده، وكنحرك مزيان. من بعد كنوضعهم فوق النار مع التحريك حتى تعقد الخليط. صافي هنا ملي وجدات هذيك الكريمه البنات كان باقا سخونه، كنزيدوا عليها هذيك الزبده والفاني والقشور ديال الحامض، وكنحركو مزيان. صافي ونخليوها على جنب حتى تبرد. صافي البنات، هنا ملي طابت لينا الكيكه كنجيب واحد الكيغدون كنتكوها، وكننسقيوها بواحد السيرو اللي وجدته من قبل. درت فيه كاس ديال السنيده وكاس ديال الماء، وخليته كيطيب تقريبا 10 دقائق. هنا البنات كندوز نصاوب هذيك الكريم شانتيي. عندي كاس ديال كريم شانتيي بودره وكاس ديال الحليب يكون بارد. صافي وكنطلعها وكنخليها على جنب. من بعد كندوز لهذيك الكريمه ديال الحامض اللي وجدت من قبل، وكنصفيها البنات، ضروري خصني نصفيها من هذوك القشور ديال الحامض. صافي ومن بعد غادي نستعملها.
انا يا البنات كنهز واحد شويه من الكريمه ديال الحامض غير على حساب التزيين، كنزيد فيها واحد المعلقه صغيره ديال الكاكاو، ومن بعد غادي نزين بها. صافي البنات، هنايا درت الطبقه الاولى ديال الكريم شونتي، من بعد فوقها الكريمه ديال الحامض. صافي هنايا كنقاده البنات، من بعد غادي ندخلها للثلاجه حتى تتبرد مزيان، عاد غادي نزينها. صافي البنات، ملي ساليت هنا تزيين دخلتها للثلاجه بات ليله كامله حتى الصباح عاد قطعتها. الا كنتو زربانين البنات تقدروا تخليوها ماكسيمو 4 سوايع. المهم تنقول لكم بالصحه والراحه، واكيد الا جربتوها غادي تعجبكم. تنقول لكم الا عجبكم الفيديو بطبيعة الحال خليوا لي واحد اللايك، وتنقول لي اول مره كيشوف القناه ديالي مرحبا بك، دير اشتراك ونزل اضغط على زر الجرس. وتنقول لكم مره اخرى بالصحه والراحه وبسلامه عليكم، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.